سيليبي. اصحى يا سيليبي. سيليبي. انا نمت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد ترى جسمه مكسر جامد قوي. الله قولي يا سيليبي. طيب. ده مرض على الشغل بس. فداك يا سيليبي. يمكن نزن شوية. فداك يا سيليبي. الله قولي هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليبي. أنا ده الدبانة بتاعت العيلة الهرسية اللي تثبت إن أنا من عيلة هرس من الموروث. أيوه. ماشي. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ أنا هقوم آخد حمام وأنت حضر الفطار كده. طب أجيب لك إيه تشق بيه ريقك؟ شق إيه؟ ريقك. وأنا حطه والله هعمل جريمة تيتل. إيه ده؟ إيه ده؟ يا سلوب. معلش الأوضة بس اطلعت كنز شوية فانا مش واخدة على كده. ماشي أنا إن كان علي أجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. إيه؟ بوز أو بانجة. بوز أو بانجة؟ إيه؟ يا بنت أم مصعب أنت عارفة؟ أنت عسل؟ أنت غير ما أنا عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقولك ايه؟ ايه يا سيليب؟ ايه يا سيليب؟ يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيليب. يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيليب. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. زود عود هنا عود يزوق برجلي. ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده زوق ولا زوق برجلي. ايوه زوقي زوقي يا بنت. ايوه بحلول الحلال ببلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها يولاد الحلال. بدلوسة نايمون نايمون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي جنبعدي دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة جنبعدي دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلب لها بالحال. ايا ابوك بيك. ايه يا سليم؟ بتدور الجبنه دي شفت لازم الهنا والشفي لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليمبي ده مين السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده؟ مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. تسكتي؟ يلا يا سليمبي. ايوه يا ده قطه التسكته يا بت. هاتي يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. امس امس ايوه مظبوطه في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما بوعيت ناني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت محليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البط كده، ايه. ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اني دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده ايه؟ طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سليم بي. خد البيضة وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليم بي. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تجيبليش التحذير يا سليم بي. عيني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيب لك تحذير تاني. يلا روح انت انا جاي خلاص بديلك. يا سليم بي اديني فوتك بعافية. مع الف سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرف. توحى. اخرج يا سليم بي. تعالى يا بنت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتأخذني. ايوه لا مش ده كان عزل كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يودع. ليه؟ مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سليب احنا في الصباحية. ايوه بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنها عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. بلاش؟ افهم في الأصول. بلك أنت العبد ده بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحم حمر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحم حمر. هي اللحمة الحبرة أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بالو كلابي. لا بلوش، كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي أكاوي. وكوارع. هتلاقيني نازل من اللمة. ده أنت حي... ده أنت هتتعطلي. يا سليبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليم. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليم. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى سليب بقى وهو بيطير من عندي. يا قططة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قططة قططة بقى اصحي كملي.